ذات الذراع، وتكلمنا عن اليدين وتكلمنا عن الابتسامة الضحكة. ننتقل لموضوع الاختلافات الثقافية. لاحظ هاي الصورة، طبعا هاي مش إشارات الصم والبكم أو لغة الصم والبكم، لا، كل رمز من هاي الرموز هو عبارة عن حركة لغة جسد، طبعا لها معاني مختلفة حسب الثقافات. فمثلا نيجي لألف، هاي الإشارة، هاي الإشارة شو معناها؟ رح نيجي لمعناها. ألف بأوروبا وأمريكا الشمالية معناها موافق، هاي الإشارة معناها موافق. بمنطقة البحر المتوسط روسيا والبرازيل وتركيا، إشارة لفتحة أو ثقب، إهانة جنسية أو رجل شاذ. لاحظ نفس الإشارة ما غيرنا. بتونس وبفرنسا وبلجيكا معناها الصفر أو عدم القيمة، باليابان معناها المال أو العملات. الإشارة باء، هاي الإشارة شو معناها؟ معناها بالدول الغربية واحد معذرة، أشهد لا إله إلا الله ولا للأطفال. إشارة جيم، هاي الإشارة شو معناها؟ ببريطانيا وبأستراليا وبنيوزيلندا وبمالطا معناها تبر لك. بالولايات المتحدة معناها اثنين، وبألمانيا معناها النصر، وبفرنسا معناها السلام، وبروما القديمة يوليوس قيصر يوم بإحضار خمسة أقداح من الجهة. الإشارة دال، هاي الإشارة شو معناها؟ هاي الإشارة دال معناها بأوروبا ثلاثة، الدول الكاثوليكية نعمة من الله. طيب هاء الإشارة، هاء هاي الإشارة شو معناها؟ الإشارة هاء معناها بأوروبا اثنين، بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا واحد، بالولايات المتحدة نداء على النادل، وباليابان إهانة. إشارة واو اللي هي هاي شو معناها؟ هاي الإشارة بالدول الغربية معناها أربعة، باليابان معناها إهانة. إشارة زين، هاي الإشارة شو معناها؟ هاي الإشارة طبعا لها معنى بالدول الغربية معناها رقم خمسة، في كل مكان توقف. باليونان وتركيا اذهب للجحيم. إشارة حاء شو معناها؟ هاي الإشارة، هاي الإشارة شو معناها؟ هاي الإشارة معناها بدول البحر المتوسط عضو ذكري صغير، بالي معناها سيء، باليابان معناها امرأة، بأمريكا الجنوبية معناها رفيع، وبفرنسا لا يمكن خداعي. إشارة طاء شو معناها؟ هاي الإشارة شو معناها؟ هاي الإشارة معناها دول البحر المتوسط زوجتك تخونك، هاي الإشارة. بمالطا وإيطاليا حماية من العين الشريرة عند الإشارة بها، بأمريكا الجنوبية حماية من سوء الحظ عند تدويرها، وبالولايات المتحدة شعار جامعة تكساس فريق كرة القدم تكساس لونغهورن. الإشارة ياء، هاي الإشارة شو معناها؟ هاي الإشارة باليونان اذهب للجحيم، وبالغرب اثنين. كاف شو معناها؟ للإشارة كاف، هاي الإشارة شو معناها؟ بروما القديمة إهانة، بالولايات المتحدة تبل لك. لام شو معنى الإشارة؟ لام، لام هاي الإشارة شو معناها؟ بأوروبا معناها واحد، أستراليا تبل لك، واستخدام شائع السفر متطفلا، بإيقاف السيارات لركوبها مجانا. حسن موافق، باليونان تبل لك مع الدفع للأمام، وباليابان رجل خمسة. الميم هاي الإشارة شو معناها؟ لاحظ هون إنه الإبهاء السبابة ممثنية مع الإصابة، فهاي الإشارة شو معناها؟ بهاواي معناها اهدأ، وبهولندا هل تريد شرابا. الإشارة نون شو معناها؟ هاي الإشارة معناها أحبك، بالولايات المتحدة معناها أحبك. الإشارة شين، هاي الإشارة شو معناها؟ شين معناها عشرة بالغرب، أو استسلم، باليونان معناها تبل لك مرتين، واستخدام شائع أنني أقول الحق.
في عند أشهر 13 إشارة عبر الثقافات الدائرة. الدائرة هذه الإشارة تعني أوكي للغربيين والمال لليابانيين وصفر للفرنسيين وإهانة عند الأتراك والبرازيليين. رفع الإبهام شو معناها؟ يمكن أن تعني هذه الإشارة جيد أو الرقم واحد أو إهانة شديدة حسب المكان الذي تعيش فيه. إشارة حرف V يمكن أن تعني هذه الإشارة رقم 2 للأمريكيين والنصر للألمان والإهانة الشديدة عند البريطانيين. طيب هاي الإشارة